معكم أفنان. وصفتنا اليوم من جنوب شرق آسيا وبالأخص من الهند، وهي بانير مسالة. والبانير هي عبارة عن الجبنة الهندية اللي بستخدموها في الطبخ. هاي الوصفة كتير مناسبة للنباتيين، إن شاء الله تعجبكم هاي الوصفة. فخلونا نبلش في المكونات ونبدأ في فيديو اليوم. لتحضير بانير مسالة هنحتاج حبة بصل مفروم ناعم، حبة طماطم مفروم ناعم، معلقة معجون الزنجبيل والثوم، معلقة بهار المسالة، ربع كوب من كريمة الطبخ، جبنة بانير الهندية، ملح وكمون حب، فلفل أخضر حسب الرغبة، وهنحتاج لزيت نباتي. أول شي هذا شكل كيس البانير أو جبنة البانير، استخدمت هذا النوع من الماركة. بيجي هيك حباته صغيرة ومناسبة للطبخ. في منه اللي هو الحب الكبير، الكبير منه بستخدم للشوي أو بستخدم في اللي هو الشش بانير بسموه. في طنجرة على النار أو مقلاة على النار هنحط الزيت النباتي، بعد هيك هنضيف حبات الكمون الحب، خلوهم يتقلوا شوية، ما تطولوا عليهم عشان ما ينحرقوا منكم. اول ما تبدا تطلع ريحه الكمون هنضيف الفلفل الاخضر الحار، طبعا حسب الرغبه، لو حابين يكون حار كتير تحطوا فلفل اكثر، اذا حابينه ما يكون حار ما تضيفوا فلفل، يعني هذا الفلفل اختياري، بس معروف عن الاكل الهندي انه سبايسي وحراق. بعد هيك هنضيف البصل المفروم ناعم، نخليه يتقلب بالزيت مع الفلفل والكمون ونحركه كل فترة والتانية. لما يبدأ البصل يدبل وياخد اللون الذهبي راح نضيف له البهار المسالة ومعجون الزنجبيل والثوم. معجون الزنجبيل والثوم عملته بفيديو قبل هيك، هتركه لكم رابطه في صندوق الوصف، هيظهر لكم رابط الفيديو كمان فوق شوفوه. بعد هيك راح نضيف اللي هي الطماطم وهنقلبها مع البصل والمكونات التانية، وهنضيف الملح، طبعا الملح حسب رغبتكم. وانا استخدمت حبة طماطم كبيرة فاعطتني هاي الكمية، اذا الطماطم من عندكم صغيرة استخدموا حبتين من الطماطم. طبعا الكمية اللي عملتها كمان من هاي الوصفة بتكفي 3 اشخاص. كمان في ملاحظة هنا، إذا الطماطم اللي عندكم ناشفة ما فيها مي ضيفوا مي عليها، إحنا بدنا إياها يكون فيها سائل، بدنا كمان الطماطم تستوي وتكون دايبة، ما بدنا يكون فيها كتل. هنا ضفت شوية مي عشان ما تكون ناشفة، ضفت لها شوية مي. بعد هيك هنغطيها ونتركها على نار هادية لغاية ما تبدأ يعني تتسبك وتذوب الطماطم بشكل كامل. بعد هيك راح نضيف اللي هي حبات جبنة البانير، زي ما شايفين هي مربعات صغيرة مناسبة للطبخ. بعد هيك هنضيف كريمة الطبخ حوالي ربع كوب، ممكن تستبدلوا كريمة الطبخ باللي هي حليب جوز الهند، نفس الكمية هتستخدموا ربع كوب من حليب جوز الهند وتضيفوه لهاي الطبخة. بعد ما نضيف له كريمة الطبخ او حليب جوز الهند هنتركه لمدة 10 دقائق، خليه يتسبك مرة تانية، هنغطيه وهنتركه يتسبك مرة تانية. بعد ما يتسبك مرة تانية هيتبخر منه شوية من المية الموجودة فيه، بيكون هيك جاهز. وبعدين هنبدأ بالتقديم، هنسكب البانير مسالة في أطباق التقديم. بالنسبة للتزيين زينته بكريمة الطبخ، ضفت له كريمة الطبخ وبعض من البقدونس، بعض من ورقات البقدونس.
طبعا بتقدموه مع رز ابيض او مع خبز النان الهندي. ان شاء الله هيكون خبز النان في الفيديو الجاي، فاستنوا الفيديو الجاي. بتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم، فاذا حبيتوها لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير لاصدقائكم ليشوفوا هاي الوصفة. بشكر متابعتكم الي، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.